السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله غادي نشوفوا اليوم غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحسبوا التكلفة ديال بناء واحد الفيلا. يعني غادي نشوفوا الطريقة باش كنقدروا نحسبوا ونعطيوا واحد التكلفة اللي هي تقريبية لبناء فيلا في المغرب. ف غادي ناخذ في سبيل المثال غناخذ واحد المساحه ديال 200 متر وغادي نبنيو فيها ما يقارب 150 متر. يعني غادي تكون بنيه فغادي تكون مكونه من لاكاف اللي هو السوسول او القابو، وغادي يكون فيها واحد السفلي مع لا تيراس، وكذلك يعني كتبقى 50 متر من 200 متر. فغادي تكون فيها يعني نقدروا نستخدموها نديروا فيها غير جرده او لا يقدر يعني 50 متر كافيه انك دير فيها بيسين وكذلك دير فيها جرده. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا كل شيء بالتفصيل، وغادي نشرحوا كيفاش يعني نقدروا نحسبوا هذه التكلفه هذه، وفي يعني غادي نخلي لكم بعض الروابط اسفل الفيديو فيهم يعني تشطيبات التكاليف ديال تشطيبات ديال المنزل، كل ما يخص يعني الصباغه الكتريسيتي الاضاءه ديال المنزل يعني الاثمنه وكذلك النجارة. ويعني عدة فيديوهات يعني هي مفيدة في عملية البناء، وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بواحد الاشتراك وواحد الجيم، وخليوا لي التعليق ديالكم الا كان عندكم يعني شي تساؤل في مجال البناء كيف ما كان، سواء كان كيخص التكاليف ديال البناء او لا كيخص الاثمنة ديال مواد البناء، او لا عندكم شي استفسار من ناحية التصميم ديالكم او لا يعني طريقة الحصول على رخصة البناء او اي معلومة في البناء، فمرحبا خليوها لي في التعليق وانا غادي نقدر نجاوب يعني على قدر المستطاع. فنبداو على بركة الله. فاول حاجة كنديروها يعني فاش كتكون عندنا الارض ديالنا، فكنبداو اول حاجة كنقدو البلانات ديالنا بطبيعة الحال، كنمشيو عند واحد المهندس معماري كيعطينا البلانات ديالنا بلي ديتاي ديالهم، من بعد يعني كنعطيهم البيروديتيز كيقاد لينا البلان ديال الحديد، وكناخدو رخصة البناء وكنبداو على بركة الله كنشوفو مع التشرون اللي غيبني لينا، كنديرو معاه واحد الكونترا. يعني ضروري ديرو كونترا من المستحسن باش ما يوقعوش لكم مشاكل من بعد. فبزاف الناس كيتشكاو من بلي يعني كيبدا لهم التشرون الخدمة ومن بعد يعني مكيبغيش يسالي ولا كيقول لهم زيدوني الفلوس. فمن المستحسن انكم ديروا واحد الكونترا اللي كتحميكم، كذلك كتحمي التشرون حتى هو باش يقدر يتخلص في الوقت، وباش انه يعني يضمن الحقوق ديالو حتى نتوما يعني تضمنوا الحقوق ديالكم بموجب القانون. فنبداو في التكلفة ديالنا. فبالنسبة لهذه الفيلا هذه كما قلنا غادي نبنيو فيها 150 متر، فغادي خصنا نحفرو. فبالنسبة للحفير فهذه الطريقة هذه باش كيتحسب، فاش كنحسبو يعني الطول ديالنا ديال الحفير اللي عندنا اللي هي 15 متر في واحد الواجهة وعندنا 10 متر في الواجهة الأخرى، وكنعبرو كنحفرو 3 متر. يعني خصنا نحسبو الحجم ديال التراب اللي غادي نخرجو من هذاك لاكاف، فهو اللي كنحسبو به التكلفة. ففي هذا المثال هذا عندنا 15 على 10 اللي هي 150، الا ضربناها في 3 كتعطينا 450 متر كيوب او 450 متر مكعب، اللي هي المتر مكعب هي الوحدة باش كنحسبو الاحجام. فندوزو نشوفو التكلفة ديالنا. فبالنسبة للتكلفة ديال الحفير ديال هاد البقعة ديال هاد لاكاف ديال 150 متر كاري، فعندنا الغرق غنغرقو يعني 3 متر، فهي 450 متر كيوب مضروبة في 50 درهم، ف50 درهم للمتر كيوب او لا المتر يعني المتر كيوب اللي كنحسبو به الاحجام، يعني 50 درهم كل متر، فعندنا 450 متر كيوب مضروبة في 50 درهم كتعطينا 22000 درهم و 500، 22500 درهم اللي هي تقريبا 2,50,000 ريال الحفير ديال واحد لاكاف ديال 150 متر كاري، و غيكون عندنا يعني الارتفاع او الغرق اللي غادي نغرقو 3 متر. فمن بعد ما كنحفرو يعني كنحفرو لاكاف ديالنا وكنساليو لي تيراسمون، فبالنسبة لي تيراسمون يعني كيديرهم التشرون هو كتكرج مع تاع المتر كيوب يعني الحجم ديال التراب اللي غيخرج،
هو يعني كيجيب لي تيجيب لي زونجان ولا كيجيب يعني التراكتور باش غادي يحفر، فخاصو ضروري يجيب التراكتور بال على الاقل او لا بوكلام باش انه يعني يخدمو بالسربة. وكيتحسب يعني ب50 درهم للمتر كيوب. فمن بعد ما كنساليو كنبداو في لي فونداسيون ديالنا او لا الاساسات. فبالنسبة للاساسات الحساب ديالهم من بعد ما كنساليو يعني كنشوفوا البلان ديالنا شحال فيه في الطول وفي العرض. فعندنا يعني 15 متر على 10 متر اللي هي 150 متر كاري. قلنا احنا غنبنيو 150 متر كاري، هي هادي يعني 150 متر مربع. فكناخدو هاد 150 متر مربع كنضربوها في 600 درهم اللي هو الثمن ديال المتر مربع مغطى بالنسبة للأساسات ديال الفيلا. فبالنسبة للأساسات ديال المنزل العادي فكيتحسب يعني ب500 درهم، اما بالنسبة للفيلا فكيتحسب ب600 درهم، لانه كيكونوا زايدين فيه الحديد، زايد فيه الحديد شي شوية مقارنة بالاساسات ديال المنزل هادي. فهو كيكون زايد في الحديد وكيكون فيه كذلك الحديد ديال الفوال، وكيكون عندنا لي سوميل فيلون ولا لي سوميل اللي هما طوال اللي كيهزو لينا الفوال ديال لاكاف. ف150 متر كاري مضروبة 600 درهم هي 90 ألف درهم، اللي هي تقريبا 9 مليون سنتيم. فالتكلفة ديال الأساسات 9 مليون سنتيم بالنسبة لواحد الساس ديال 150 مترو. ندوزو من بعد ما كنساليو يعني الأساسات ديالنا والطبلة ديالنا، فكندوزو نحسبو شحال باش غادي يتقام عندنا الحائط الخرساني أو لا لي فوال اللي كيجيو بالبيطون دايرين في على لاكاف ديالنا. حيتاش ضروري خصك دير البيطون، حيتاش غيكون عندك التراب، دونك ما خدامش ليك لا ماسونري، ما خدامش ليك التبنيت. من المستحسن انك دير يعني ماشي ما خدامش، ممكن انك دير تبنيت، ولكن يفضل من المستحسن انك دير لاكاف ديالك تبنيه بالبيطون. فكنحسبوا المتر الطولي، شحال المتر الطولي عندنا في لاكاف ديالنا ولا الطوره ديال هذاك الفوال. فاحنا بالنسبة للبقعة ديالنا عندنا فيها 15 في واحد الجهة و10 في واحد الجهة، ف يكفي اننا نديرو 15 في 2 يعني من هاد الجهة ومن هاد الجهة، و10 في 2 من هاد الجهة ومن الجهة الاخرى، يعني اللي هي 50 متر لينير. كنضربوها في العلو ديال الفوال، فالفوال الفوال غادي يكون فيه 2 متر و80 اللي غادي تكون بنية يعني طالعة فيه. فهذاك هي العلو اللي غادي يكون عندك في السوسول او لا في لاكاف، كتعطينا 140 متر كاري. هاد 140 متر كاري فكنضربوها في 600 درهم اللي هو الثمن ديال المتر مربع ديال الحائط الخرساني ديال لاكاف، فكتساوي لنا 84 ألف درهم اللي هي 8 مليون و80 ألف ريال. 8 مليون و80 ألف ريال بالنسبة لواحد الحائط خرساني اللي غادي يكون عندنا يعني في السوسور او لا في لاكاف. من بعد ما كنساليو يعني الفوال ديالنا، الحساب ديال الفوال ديالنا، كنطلعو كنحسبو الطلا ديال لاكاف. فبالنسبة للطلا ديال لاكاف يكفي كذلك اننا نحسبو المساحة ديال الطلا. فبالنسبة لنا احنا عندنا 150 متر دائما هي اللي غادي نبنيو، فكنديرو يعني الطول في العرض ديال الطلا ديالنا اللي هي 150 متر كاري، وكان كنضربوها في 1200 درهم، كتعطينا 180 ألف درهم اللي هي 18 مليون سنتيم. فبالنسبة للثمن ديال المتر مربع مغطاة بالنسبة للفيلا، بالنسبة للاكاف والطاج الأول والسفلي والطاج الأول والطاج الثاني إلى آخره، فكنحسبو ب1200. بالنسبة للطار عادية فكيتحسب ب1000 درهم، مي بالنسبة للفيلا فكيتحسب تاشرون يقدر يخدمو ليك ب1200 كأقل حاجة. فبالنسبة لنا يعني شفنا دابا الثمن ديال الطالة ديال لاكاف. الطالة ديال لاكاف يعني ما دخلش فيها الطالة، فداخلين فيهم هاد البطوات اللي كيكونوا طالعين من التحت، وداخلين فيهم يعني جميع اللي يعني شي بطوات في الوسط، فكيتحسبو مع الطالة، يعني كيحسب لك هو بالمتر كوفيرت او لا المتر مربع مغطى. فمن بعد ما سالينا لاكاف ديالنا غادي نطلعو نحسبو الطاج الاول شحال باش غادي يتقام علينا. فبالنسبة للطاج الاول كذلك يعني نفس الطريقة كنحسبو المساحة ديال الطالة اللي غادي تغطي لنا السفلي ديالنا،
يعني كنشوفوها سواء في البلان سواء انه كيكون عندنا يعني واحد الكروكي مرسوم، فكنحسبوا المساحة ديالو. الا كانت عندنا شي ضوايا فكنقصوها من المساحة، والا كان عندنا شي بروز فكنزيدوه. فحتى هو خصنا يعني التكلفة ديالو تدخل في التكلفة الإجمالية ديال هذيك الضالة. فبالنسبة لنا احنا ما عندناش البروز، فعندنا ضالة مربعة، فكيكفي اننا نضرب الطول في العرض، كيعطينا يعني المساحة اللي غادي نشفريو ولا اللي غادي نحسبو، اللي هي في هذه الحالة هي 150 متر، وكنضربها كذلك في 1200 درهم، اللي هي 24,000 ريال، كتعطينا 18 مليون او لا 180,000 درهم. من بعد ما كنساليو يعني الطاولة ديالنا ديال السفلي، فكنطلعو نحسبو يعني الأثمنة ديال لا تيراس او لا ديال السطح. بالنسبة للسطح كذلك كيخصنا نبنيو فيه واحد نبنيو فيه واحد بيت ديال الدروج، وكذلك نبنيو فيه يعني واحد السترة ديال السطح اللي كتلعب الدور ديال الحماية، الدور ديال الحماية في السقوط، يعني الناس اللي كيكونوا في هذاك التراس باش يقدروا يكونوا محميين من السقوط من هذاك السطح. فبالنسبة السترة ديال السطح فكنحسبوها بالمتر لينير او المتر الطولي، فكيكفي اننا نحسبو يعني شحال من المتر الطولي كاين عندنا في هذيك السترة. فبالنسبة لنا احنا عندنا 15 متر في هذه الواجهة، وعندنا 15 متر في الجهة المقابلة، عندنا 10 متر في هذه الواجهة، وعشرة متر في هذه الواجهة الأخرى، اللي هي 50 متر لينير أو 50 متر طولي. بالنسبة لاتيراس ديال أو لا بيت ديال الطروج ولا لاكاج ديسكاليي، فكنحسبو المساحة ديالو، يعني كنحسبو ليه الطالة ديالو شحال باش غادي يتغطى. فبالنسبة لهاد المثال عندنا 5 متر على جوج اللي هي 10 متر كاري ولا 10 متر مربع، فهاد الثمن هذا كناخدوه كنضربوه في 1200 اللي هي 24,000 ريال، كتعطينا 12,000 درهم. فالثمن ديال لاكاج ديسكالي او لا بيت تروج فهو كذلك كيتحسب بنفس الثمن ديال الطالات ديال السفلي وديال لي زيتاج كاملين. ف12,000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. اما بالنسبة للسترة ديال السطح فكنحسبو ليها المتر الطولي ديالها، عطانا 50 متر وكنضربها في 160 درهم، 160 درهم اللي هي 3200 ريال، كتعطينا 8,000 درهم. يعني 8,000 درهم غندورو بها السترة ديالنا. اما كيبقى لينا يعني السور الخارجي او الحائط الخارجي اللي هو الكلوتير اللي كندورو على الدار وكنديرو فيه الباب. ف بالنسبة لهذا الحيط هذا، بالنسبة لهذا السور هذا، بالنسبة للمثال ديالنا غتبقى عندنا 50 متر وما مبنياش، هي فين غادي يكون هذا الحائط هذا. فغادي تكون عندنا في واحد الواجهة 15، والواجهات الاخرين فغادي تكون عندنا تقريبا 3 متر، 2.5 متر من الجهة و2.5 متر من الجهة الاخرى، فتقريبا غادي تعطينا 20 متر لينير. يعني تقريبا في هذا المثال هذا فهاديك 50 متر، فتقريبا غادي تكون عندك 20 متر، 20 متر لينير ديال الحائط الخارجي او لا يعني الكلوتير ديال الدار. فبالنسبة للثمن ديالو، الثمن ديالو كيتحسب بالدرهم المتر لينير او المتر الطولي. فكناخدو هذاك العبار اللي عبرناه في هذاك الحيط ديالنا وكنضربوه في 500 درهم، كيعطينا في هذا المثال 10,000 درهم اللي هي 1,000,000 سنتيم. فندوزو نشوفو دابا يعني سالينا مراحل البناء ديال هاد الفيلا، فهي مكونة من لاكاف، مكونة من واحد السفلي، يعني هادو كاملين 150 متر كاري، يعني كتفرخها كي بغيتي. وفاش كنهضرو يعني بالتكلفة، التكلفة هادي فالتكلفة داخلة فيها البيتون، داخلة فيها التبنيت ديال الداخل، التبنيت ديال برا، داخلة فيها لي فوكادر، داخلين فيها المرطوب ديال الداخل والمرطوب ديال برا، فهادو كاملين يعني شاملين في هاد التكلفة هادي. كيبقاو لك غير التشطيبات، كيبقاو لك الأعمال ديال الماء والضو، ويعني الأخشاب والألمنيوم والمباقي ديال الغوفيتمون ديال الأرض. فهداك الشي كامل درت عليه فيديوهات في القناة، فغنخلي لكم روابط لتحت إلا بغيتو يعني تكون عندكم بعض الأفكار. فبالنسبة للتكلفة الإجمالية، بالنسبة لهذا المنزل هذا ولا هذه الفيلا هذه،
5,586,500 درهم اللي هي تقريبا 58,500,000، يعني 58,500,000 فيلا ديال 200 متر كاري، مبنية فيها 150 متر كاري، يعني 150 متر كاري راه يعني واحد السيرفاس كبيرة، يعني ممكن تدير فيها بزاف ديال لي شومبر، ودير فيها لي صالون، ودير فيها لي كويزين ولي سال دو. 150 راه كتيرة، يعني وكاين فيها غير السوسول، وهادشي اللي كاين يعني بالنسبة للتكاليف هادو. كنتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش واحد جيم، ابوني لاشين، وعلى بركة الله.